انا نفسي ارجع اتحجب تاني. انا مبسوطه اني قربت من ربنا ومبسوطه اني اتغلبت على الشيطان. طيب هتتحجبي يا فنانه؟ هو حد حايشك؟ اسماء شريف منير اتكلمت عن الحجاب بس ما قالتش عنه كلام وحش، ولا قالت ان هو مش مذكور في القران، ولا اساءت ليه زي فنانات كتير بيعملوا. لا دي جابت سيرته بالخير. هي ايه الحكايه؟ طبعا كلنا عارفين مين هي اسماء شريف منير، بنت الفنان شريف منير اللي تعودنا نشوفها كتير الفتره اللي فاتت، بس مش في فيلم ولا مسلسل ولا برنامج، لا بنشوفها على السوشيال ميديا بس، وفي حاجات مثيره للجدل كمان. اسماء اتولدت في القاهره لعائله فنيه، اتعلمت في الاكاديميه العربيه للعلوم والفنون والنقل البحري، ودخلت المجال الفني في اوائل التسعينات وهي طفله من خلال مسلسل أيام الحب والغضب. وأشهر حاجة عملتها في تاريخها هي برنامج أنا وبنتي اللي جمعها مع والدها الفنان شريف منير. أسماء اتجوزت مرتين وحاليا منفصلة وعندها بنت وحيدة اسمها لارا من جوزها الأول، وكل اللي بتعمله الفترة دي إن هي متواجدة على السوشيال ميديا بصورة كبيرة جدا، وبتقعد ترفع صور وفيديوهات ليها، ولكنها دايما متعودة تثير الجدل. البداية خالص كانت من خلال فيديو نشرته أسماء وهي بتحلق شعرها وشالته خالص لحد ما بقت شبه الرجالة، وكانت بتنصح كل البنات اللي بيتفرجوا على الفيديو ان محدش فيهم يقلدها ولا يعمل زيها. طبعا الفيديو ده انتشر بصورة كبيرة جدا، ومن ساعتها وأسماء بقت ترند والجمهور خد عليها وعلى تصرفاتها، ولكن ربك بيهدي من يشاء. من كام يوم خرجت علينا أسماء وكتبت على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بالإنستجرام إن هي قررت تبطل تعمل حاجات كتيرة غلط كانت بتعملها في حياتها، وإن هي بدأت تصلي وتقرب من ربنا وتسبح كتير جدا في يومها، وقد إيه هي حاسة إن هي اتغلبت على الشيطان اللي كان بيتحكم فيها وقربت من ربنا أكتر. الجديد بقى إن هي صرحت عن تفكيرها في ارتداء الحجاب، وده بعد بعد ما التزمت في الصلاة بسبب الأحداث اللي بتحصل في غزة، وقالت بالنص كان في فترة في حياتي كنت محجبة وما قدرتش أكمل، ولو لبست الحجاب يبقى لازم أحترمه والناس تقتضي بيا. أسمى كمان كانت بتكلم بنتها لارا وبتفهمها اللي بيحصل في غزة علشان تفهم القضية الفلسطينية كويس جدا، وتواصلت مع الهلال الأحمر وعرضت عليهم إن هي تيجي هي وبنتها لارا وتساعدهم في تحضير الأغذية. والدي شريف منير فخور بما أقوم به أنا وابنتي لارا، وما حدث درس كبير للعالم في قصة الشعب الفلسطيني، فهي قصة ملهمة وفوقتني وقلت لازم ألتزم في الصلاة وبحاول أنتقي كل حاجة بعملها والتزم بشكل وسطي وقفل عيني عن الهجوم بعد ما قمت بحلق شعري. طبعا كلنا بنتمنى لأسماء الخير وإن هي تكون مبسوطة في حياتها، ولو أنتم عايزين تعرفوا التفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن.